تخيل معايا انك تقف جنب حد تدعمه بكل طاقتك، وفي الاخر يهمشك ويأذيك في اسرتك في حياتك بصفة عامة، وعايز يخرب بيتك. ده كلام المصور الصحفي سيد شعراوي على الفنانة وفاء مكي بعد ما وقف معاها خلال الفترة الاخيرة. من كام شهر بقى شفنا كلنا اكيد الفنانة وفاء مكي ظهرت على الساحة مرة تانية بعد اختفاء لأكتر من 20 سنة، وفتحت قضيتها القديمة واللي كانت معروفة إعلامياً بسحل وضرب وتعذيب الخادمات بتوعها، وزعمت إنها بريئة بعد سنين كتير جداً من الحكم في القضية دي. وشفنا كمان الصحفي سيد شعراوي وقف جنبها خطوة بخطوة وعمل كل ما بوسعه عشان يقدر يرجعها تاني للساحة الفنية، وكان على فكرة بيدافع عنها بكل حب واهتمام، وكان مؤمن جدا بأنها بريئة. كان على فكرة من الناس القليلة جدا 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 اللي كان واقف معاها. ولكن بقى نقف هنا شوية، أنا نفسي شخصيا اتصدمت، يعني لما نقف مع حد قوي وخصوصا الحد ده يبقى عليه هجوم فظيع من كل الناس يمكن أكتر من 90%، وابقى أنا بشخصي بطولي لوحدي واقف لوحدي وعارف اني هتهاجم لما اقف مع شخص العالم كله بيهاجمه، بعد ما اقف معاه وارجعه تاني بعد اختفاء طويل جدا يحصل الصدمه اللي اقولكم عليها. من كام اسبوع لما سيد شعراوي كان عامل لوفاء مكي مؤتمر صحفي، ليه؟ عشان يعلن عن ظهورها بثوبها الجديد بشكل جديد، ما هي مختفيه بقى اكتر من 20 سنه. طيب يوم المؤتمر الصحفي ده المفروض انه كان هيديره، لكن لما راح بقى لقي تهميش كبير جدا من الفنانه وفاء مكي، ايوه من الفنانه اللي هو وقف معاها. طبعا ده زي ما قال في كتير من المواقع الصحفيه، الموضوع ما وقفش بس على التهميش او نكران الجميل زي ما سيد شعراوي قال، لا لا الموضوع فيه سحر. ومرات سيد شعراوي المطربة كارين نوالي قالت ان وفاء مكي كانت عايزة تخطف منها جوزها سيد شعراوي، واكدت كمان ان وفاء حبيبتهم اللي هم الناس الوحيدة اللي واقفة معاها عملت لهم سحر ورشته قدام باب شقتهم. جدل كبير وخلافات كتيره جدا وشائعات اكتر حول قصه الفنانه وفاء مكي والمصور الصحفي سيد شعراوي، ما بين بقى جواز وما بين سحر وما بين حاجه بتترش قدام الشقه وخراب للبيوت وما بين البحث عن الترند زي ما بيقول البعض من الجمهور. ويمكن الخلافات والمشاكل دي مش الغريب في الموضوع، لكن الغريب في القصه دي ان في حاجات كبيره جدا وكتيره جدا غامضه، في حاجات مش مفهومة. يعني منين كان سيد شعراوي الداعم الأول لوفاء مكي في القضية بتاعتها، ومنين طالع يعتب عليها ويهاجمها في الصحافة والإعلام؟ نفس الصحافة والإعلام دول كان هو أول واحد وقف جنبها، كان بيدعيهم إن هم يحضروا مؤتمر، وقبل ده كله ليه أصلا وفاء مكي ترجع تفتح قضيتها بعد أكتر من 20 سنة؟ يعني خلاص الموضوع مات بقى. عشان كده قدمنا دعوة للمصور الصحفي سيد شعراوي وزوجته عشان نناقش معاها الموضوع ده أكتر، نفهم إيه بقى الجدل اللي بيحصل، يعني إزاي كنتوا كويسين مع بعض وإزاي فجأة بقى في أواضي وإزاي فجأة بقى في سحر، إيه اللي حصل بيني وبين وفاء مكي وإيه اللي وصل المشاكل والخلافات بينهم للدرجة دي، خصوصا ان احنا عندنا هنا خبر خاص لبرنامجنا دعوة فرح ان الفنانة وفاء مكي هتتجه للقضاء.